السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة شهيوات سعاد إيفاتي. اليوم إن شاء الله نقدمكم غريبة الكوكو كاوكاو، كتجي رائعة ومشقة، غادي تولي إن شاء الله عندكم وصفة معتمدة. تبعوا معايا مراحل التحضير باش نجح معكم من أول تجربة. على بركة الله ناخذ المقادير. المقادير اللي غنحتاجو في الوصفة ديالنا: 500 غرام كاوكاو ديك الرقيق الأحمر قشرتو كنطحنوه ما كنحمروهش طحنو خضر، 250 غرام ديال الكوك، كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، 5 ديال البيضات، كاس ديال الزبده دايبه قياس كاس العنبه، معلقه كبيره ديال الكونفيتير مربى الفريز، جوج اكياس ديال خميره الحلويات فئه 8 غرام ما يعادل 16 غرام، ونصف معلقه ديال نكهه الفانيلا. اللي ما عندهاش نكهه الفانيلا تقدر تعوضها بالاكياس بسكر فانيلا. على بركه الله ندوزو للطريقه ديال التحضير. ناخذ البول ديال العجانه الكهربائيه ديالنا، اللي ما عندهاش العجانه تقدر تستعمل الخلاط الكهربائي او تستعمل الخلاط اليدوي. على بركه الله غنديروا البيض، بسم الله، سكر سنيده، وغنطحنوا المقادير ديالنا وعاد ندوزوا نزيدوا الزبده. دابا غنضيفوا الزبده غير بشويه بشويه حتى تبرد، عاد نضيفوها. دابا كما كتشوفوا البيض والزبده والسنيده راهم يعني اندمجوا بعضياتهم. دابا غندوزو نحملو، غنزيدو نضيفو الكاوكاو، نكملو التحضير ديالنا. دابا غنضيفو الكاوكاو ديالنا، بسم الله، غنضيفو عليه اكياس ديال الخميره الحلويات، غنضيفو نص معلقة ديال نكهة الفانيلا، الكونفيتير اللي معندهاش كونفيتير ديال الفريز تقدر تعوضو بالمشماش، اللي هو الفريز كيجيب نكهة أحسن كيتواتا مع الكاوكاو. دابا غنرول الغريبة ديالي. علاش أنا كنستعمل يدي؟ حيت هاد الكاوكاو كيكون شويش مكركب، كخصني نفرتتو بيدي مزيان. الغريبه سهله كتوجد فوق التقصير، انا هذه هي الغريبه المعتمده عندي من زمان، كتنجح وغتنجح معكم ان شاء الله من اول محاوله، انا متاكده. حنا كنخلطوا، حنا كنحاولوا نحيدوا ديك الكويورات اللي عندنا ديال الكاوكاو. هذه مختلفه على الغريبه ديال الكاوكاو اللي قدمت لكم ديك المره، هذيك كتبات وما كنديروش فيها الكوك، هذيك كنديرو فيها الكوك كنطيبوها سير بلاص. دابا غنضيفو الكوك، عندنا 250 غرام، راه ماشي بالضروره كنضيفوها كلها، نقدروا نضيفو كميه كلها، نقدروا تبقى لنا منها شي شويه، شي مرات كيكون الكوك عندنا ناشف، غنديرو غير شويش على ما نجمعو عندنا ميزاننا. مازال العجينه عندي شويش مرخوفه، غادي نزيد شويش ديال الكوك غير قليل، ها اللي بقى تقريبا يعني واحد نص كاس هكاك ديال الكوك اللي بقى، لان دابا الكوك ديال ملي كيكون الحال سخون الكوك كيشرب لنا بزاف، ماشي بحال من الحال بارد. خلطوها مزيان وغندوزو دابا باش نكوروها ان شاء الله باذن الله. غنحتاجو سكر كلاصي للتزيين، خصنا نغربلوه مزيان. كنصحكم تستعملوا سكر كلاصي سبيسيال، يعني كتمشي عند داك اللي كيبيع المقادير ديال القوام ديال الحلوى كتقول له عطيك سكر كلاصي سبيسيال، ولا ما كانش عندك متوفر غير السكر كلاصي العادي وكتضيفي ليه مايزينا. هذا هو السر باش كيخلي السكر كلاصي كيبقى فوق الغريبه وما كيتحرقش. غنحتاجوا القليل من ماء الزهر باش غنكوروا فيه، نديرو فيه الدينا باش نكورو به الغريبه، من الاحسن يكون نوع ممتاز. دابا على بركه الله ندوزو نكورو الغريبه ديالنا. كما كتلاحظوا العجينه ديالي ديال الكاوكاو والكوك ما كتكونش قاصحه، خفيفه. كنحتاجو صينيه الفرن، كنديرو لها ورق طبخ، اللي ما عندهاش ورق طبخ متوفر تقدر دهنها بالزيت. كنديرو يدينا في ماء الزهر، ناخذ كويوره من العجينه يعني القياس اللي بغينا حنا،
ونديروها في سكر كلاصي. حاولوا يكونوا متساويين. غنكور الغريبه ديالي ونخليها في سكر كلاصي حتى نكمل كلشي نعمر هاد الطبسيل، وعاد نهزو نحط في صينيه الفرن. كنبداو نهزو الغريبه ديالنا بعد ما كتكون شبعات سكر كلاصي، كنخليوها فوق سكر كلاصي باش كيشد فيها، كنخليو كنحطوها متباعده ما نقربوهاش. والفران ديالنا راه كيسخن طبيعه الحال، مجرد ما كنبداو نكورو الغريبه كنشعلو الفران. حاولوا ما ندقوش عليها بزاف، هي شويه حيت عندنا العجينه شويه مرخوفه. بعد ما ساليت بالتكوار الغريبه ديالي غندخلها للفران بطبيعه الحال، غنديرها تحت العافيه، العافيه فوق منها، وغنقللها عليها ونخليها حتى تشق. منين غتشق عاد ديك الساعات غنطلعها فوق العافيه باش تزيد، يعني باش تزيد طيب وتشقق مزيان. كما كتلاحظوا الغريبه ديالي هي تشقت من تحت، دابا غنطلعها الفوق تكمل طياب، وغير شويش كنهزوا الطبسيل ديالنا ما كنزدحوهش باش ما يطيحناش السكر كلاصي. بسم الله، دابا غنديروها فوق العافيه وعاد نرجعو نهبطوها تحمر شي شويش وندوزو نشوفوها كيفاش غتخرج ان شاء الله باذن الله. الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا هو هذا، كتجي زوينه بزاف وراها ساهله في التحضير، وان شاء الله باذن الله غتنجح معكم من اول محاوله. هذه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الكوك مع كاوكاو. غنشوفوا الشكل ديال هذا باكيجا، تجي من الداخل ورطبه. وصلنا لنهاية الفيديو، كنشكركم على حسن المتابعة ديالكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله تعالى. فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.